الو، لا انا داخله جوه دلوقتي. ماشي. فريده اتحركت من بيتها من حوالي ربع ساعه، واقفه بتمهون في بنزينه جنب بيتها والمراقبه وراها. ونادي يا سلمى. لسه متحركين من دقيقتين. مين طلع وراها؟ اثنين من رجالتي بس عتاوله ما تقلقش. عرفتوا مكان المقبره بتاعتها؟ حصل يا فندم. بقول لك ايه، عاوز رسم كروكي المكان كله. فندم اسماعيل شغال عليه وهيجيبوا لنا العربيه تحت. انا مش عايز مفاجآت المره دي، عاوز كل حاجه تبقى مدروسه. مفهوم؟ تمام. تمام يا باشا، شربت القهوة وخرجت. تمام سعد، تمام سعد، عينينا عليها. تمام يا باشا، مع ألف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يلا حياتي. مش عارفة إيه آخرة اللي أخوكي فيه ده. آخرته خير إن شاء الله يا ماما. وبعدين سليم مش صغير، هو أكيد عارف هو بيعمل إيه. ربنا يحفظه يا بنتي، هو واللي زيه. أدعي له بس يا حياتي. أدعي له. بين عينك يا سليم يا ابني. يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي يا رب. السلام عليكم. ايه يا صلاح بيه؟ حتى الأموات ما بقى لهمش حرمة عندكم؟ سليم فين يا هوان؟ مفيش حد هنا يا فندم. قلبنا الدنيا ملوش أثر. فتشوا تاني وتالت، خليكوا وراها لحد ما تلاقوه. يلاقوا مين بس يا صلاح بيه؟ وسليم ايه اللي هيجيبه هنا؟ سليم دلوقتي تلاقيه في مكان بعيد، مفيش حد يعرفه. احتمال، بس لازم يكون عندك فكره ان انا هفضل وراه لحد ما اجيبه. بقى لله. مساء
بصراحة سليم باشا أنا مش عارف أقول لسعادتك إيه، إنه عليك تفتكرني دوني عن الخلو كلها وتتصل عليا، فده شرف ليا. متشكر يا هودة، بس هو لسه بعيد على البيت؟ لا بعونك يا رب، ربع ساعة إن شاء الله ونوصل. إن شاء الله. كان شكله زعلان قوي وقعد يقول لي كده يا فريدة محدش فيكم يجي يزورني الفترة دي كلها. ماشي يا سلام، أنا مش هتأخر عليكم، ساعتين وهكون عندكم. باي باي. كده تمام، صلاح التوخي زمانه بيسمع المكالمة ويسبقنا على هناك. بقول لك إيه؟ هتلاقي الأفرولات عندك في الشنطة ورا. ماشي يلا اطلعي، انزل في دوسة بري. اطلع وراه. يا اهلا وسهلا يا سليم بيه، اتفضلوا اتفضلوا، بيتك ومطرحك نورت المكان. يا اهلا وسهلا، المنطقه كلها نورت حبيبي. اتفضل، نزرنا النبي النهارده. بسم الله ما شاء الله، اتفضل سعادتك اقعد هنا. اتفضل اتفضل، بسم الله ما شاء الله، اتفضل اتفضل حضرتك. يا اهلا وسهلا بيكم، نورت المنطقه والمكان كله. معلش يا حوده، انا ربيت لك الدنيا يومين ثلاثه بس لحد ما اظبط اموري. عشان خاطري كتاب الله ما انت مكمل كلامك يا سليم بيه، يعني لولاك كان البيت ده اتخرب. وبعدين انا عايزكم تاخدوا راحتكم على الاخر، مفيش حد هنا، العيال في المدرسه وهيام مراتي في السوق قدامها ياما عقبال ما تيجي. انتوا شكلكم تعبانين وعلى لحم بطنكم، يعني انا هعمل لكم كوبايتين شاي. شاي فعلا يا باشا كريم زي ما سعادتك بتقول. سليم الأنصاري ضحك علينا يا وليد، بعتنا المقابر عشان هو يعمل أي حاجة تانية، بس أنا دلوقتي بقيت متأكد إن فريدة على اتصال بسليم الأنصاري وعارفة كل تحركاته. بيني وبينك أنا مش فارقة معايا حكاية إنه ضحك علينا دي، هي الدنيا كده، يوم ليك ويوم عليك. هو هيروح مني فين؟ بصير أجيبه وأسلمه بنفسي ولبسه الكلبشات. أنا اللي فارق معايا بجد هو بيفكر في إيه. سليم الأنصاري بيفكر يعمل إيه الخطوة اللي جاية. ده دين النبي يا سليم بيه، ده اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. دول مقعينكم في مصيبة أكبر من اللي كنت واقع فيها زمان. بس أنت لقيت اللي صدقك ويمشي ورا كلامك يا استحودة، إنما إحنا لابسين لابسين. تقولش كده يا عم الحاج، اللي بعت لي سليم بيه زمان من غير حتى ما أعرفه ولا يعرفني، قادر سبحانه وتعالى يبعت لكم اللي غيتكم وينجيكم من البلد ده. من بقك لباب السماء. معلش يا حودة، أنا عارف إن إحنا بلوة بليد بيها. أوعى تقول الكلام ده يا سليم بيه. يا عم سيبك من الكلام ده، أنت مش ناقص. بس انا محتاج بني ادم محدش يعرف عنه حاجه لحد بس ما اظبط اموري واعرف انا هعمل ايه. صلي على يشفع فيك يا سليم بيه. الصلاه والسلام. ما ينفعش سعادتك كل شويه تقول لي الكلمتين دول، انتوا هنا ضيوفي وفي حمايتي وفي رقبتي والاخر نفس في حياتي، ان شاء الله تقعدوا عندي 10 سنين كمان. سعادتك تطلب وانا عليا انفذ. مش يمكن ربنا سبحانه وتعالى عمل كل ده عشان ارد لك الجميل اللي انت عملته فيا زمان؟ ونادر عليا يا سليم بيه، ما هسيبك غير لما نكشف ملعوب ولاد الحرام دول. رغم ان انا واخد عهد على نفسي يعني ما ارجعش لسكه الحرام، بس زي ما بيقولوا كده احنا الشقاوة فينا بس ربنا هدينا. ماشي يا حود، انا فعلا عايزك تساعدني في حاجات كتير، لان انت عارف طبعا مش عارف اتحرك براحتي. بس قبل ما نفكر في ولاد الحرام، انا عايزك تساعدني في حاجه تخص واحد ابن حلال. بزازة سنة
شاب زي الورد وقلبه محروق على دم ابنك، وفوق كده متربي وابن ناس، تقفل الباب في وشك ده. يا حاج انا بقيت وحدانيه ومليش حد ومانيش حمل بهداله ومرضيه حكومه. اللي انت بتقوليه ده يا سلام، طب قسما بالله العظيم ثلاثه ما في مخلوق على وجه الارض يجرؤ يلمس شعره منك طول ما انا على وش الدنيا. بالظبط كده يا حاج. وبعدين يا امي احنا عايزين نخلي منك صوره لكل ام، صوت حضرتك لما يوصل لكل الناس ساعتها مفيش مخلوق يقدر يقرب منك، هتبقى محميه وسط الناس ومع الناس. ولا يا بتر؟ رامي بيتكلم صح وعنده حق يا ام زياد، انت ام الشهيد، يعني الحكومه هي اللي هتدور عليكي وتجيب لك حقك وتراعيكي وتخاف عليكي. مش عارفه اعمل ايه. الكلام السلام نعمل امر ربنا، وانت كل اللي مطلوب منك دلوقتي انك تساعدي الاستاذ وزمايله في اللي هم بيعملوه، زي ما انا وابني هنساعدهم بالظبط لغايه ما الحكومه تشوف شغلها بالمظبوط وتجيب المجرم اللي هربوه ده وناخد حقنا منه. قلت ايه؟ خلص يا ست سناء بقى. يا حودة هتعمل ايه؟ لو سعادتك يعني هداله ازاي من غير حتى ما ياخد باله؟ اقول لك بعدين، بس الراجل ده طلع جدع معايا ومع اهلي، ولا لما هربت منه أزيته غصب عني، وسلاحه الميري كمان يضيع، دي مصيبه، لو اتحكم مستقبله هيضيع. ماشي سعادتك اللي تؤمر بيه. خلي بقى ده معايا لحد ما تجيب لي حته سلاح. هتعرف ولا هتعمل لي خضره الشريفه دلوقتي؟ بصراحه يا سليم بيه يعني انا بطلت الشمال ده من زمان، بس عشان خاطرك انت مقضيه باذن الله. ماشي امسك، خلي الفلوس دي معاك، هات لي حته السلاح والباقي مصاريف. ايه ده يا سليم بيه؟ يا عم امسك. لا سعادتك كده بتشتمني، مش حوده سيطره عم الجدعانه اللي ياخد اجره ضيوفه يعني. يا عم اجره ايه؟ انا عارف ان الظروف ضيقه. ماشي سعادتك هاخد فلوس السلاح، بس مش هاخدها الا بعد ما اجيب لك حته السلاح، عيب سعادتك كده. ما تقلقوش يا جماعه، ده هيام مراتي، هيام سلمي على الضيوف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلوا اقعدوا، اتفضلوا. هيام بقول لك ايه، انا عايزك بقى توري الضيوف نفسك في الطبيخ عامل ازاي وبسرعه. حاضر من عينيا. بس مراتك شكلها بنت حلال. غلبانه بس زنانه زي كل النسوان، انما جدعه واقفه معايا على الحلوه والمره. بس احنا كده هنخليها مش قاعده براحتها في البيت وهنعمل لك دربكه. بص يا سعادة الباشا أنا مش عايزك تقلق خالص، ده بيتك ومطرحك وأنتوا اعتبروا هنا أصحاب مكان، وأنا سعادتك عامل حسابي يعني. أنا عندي أوضة فوق السطح نظفتها وروقتها، كانت مخزن اللي قبل كده، لكن خليتها 100 فل و14. هنتغدى نسلم على العيال ونشرب الشاي ونطلع عشان ترتاح. وأنت عندك عيال يا استحودة؟ يا أنا افتكرتك أخرس يا راجل. عندي حمزة وياسين. ربنا يخليهم لك. ماشي يلا بينا. ايه يا في ايه؟ البنات وامهم وحشيني يا ابني، يا ترى عاملين ايه دلوقتي؟ ان شاء الله كويسين. بعدين ما تقلقش، هنشوف صرفة تطمن عليهم وكمان اخليك تشوفهم. مبسوط يا عم؟ ربنا يخليك يا سليم باشا. والله خالتي انا اول ماما قالت لي جيت عليكي جري على طول من غير حتى ما اغير هدومي. ربنا يخليك لينا حبيبي وما يحرمناش منك ابدا. وانت راجلنا دلوقتي يا اشرف، بس انت برضه يا اخويا مالكش حق. كان لازم تقعد مع اهلك شويه، تغير هدومك، تاكل لك لقمه وتريح جدتك، وبعدين كنت جيت ده انت جيشك في اخر الدنيا. يا خالتي الكلام اللي انت بتقوليه ده، اكل ايه وراحت ايه واحنا في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ طبعا ابراهيم ما كلمكمش ولا بعت لكم اي حاجه من ساعه ما هرب، ولا نعرف عنه اي حاجه يا حبيبي. معلش ان شاء الله خير. خير يا خالتي ما تقلقيش. يا رب. قومي يا نوره اعملي لقمه لخطيبك يا حبيبتي عشان ياكل. حاضر يا سميحه. امسكي يا خالتي. ايه ده يا اشرف؟ دول قرشين كنت شايلهم لزوم تشطيب الشقه بتاعت النضوره، بس انا عارف الظروف عامله ازاي دلوقتي، خليهم معاكي. فلوس ايه يا اشرف اللي هاخدها منك؟ انت حبيبي اولى بكل قرش،
كنت الاول يابا بتشتغل واهو قرشين كانوا بيسندوا، لكن دلوقتي انت في الجيش. كفايه عليك هم ابوك وامك يا ابني. يا خالتي عيب عليكي، مستوره والحمد لله. وبعدين انا بقول لك الفلوس دي تشطيب الشقه بتاعت انا ونوره، يعني الفلوس دي فلوسها وانتوا اولى بيها من اي حاجه تانية في الدنيا. اقسم بالله خالتي انا معايا اكتر منهم وكنت حشتهم عنكم. ما يقدر على القدره غير ربنا يا حبيبي. عموما ما تقلقيش ولا تحملي هم، انا نازل من الجيش اجازه اسبوع وهعدي عليكي كل يوم. لو احتجت اي حاجه اي حاجه خالتي قولي لي على طول، ما تتكسفيش مني. ربنا يحميك يا اشرف يخليك لينا حبيبي ويفك الكرب عنا يا رب قادر يا كريم، احنا غلابه ومناش غيره. اللهم امين يا خالتي. يمسك عم رفاعي. ايه دول؟ 5000 جنيه، احنا شركاء بالنص في المصلحه دي في كل حاجه، ولطفي اداني بريزه، انت النص وانا النص. بريزه ايه يا عم زناتي؟ هو مش متفق معاك على 100000؟ هو هيكون ناوي يلحس كلامه ابن الدايخه ده؟ يلحس كلامه مع مين يا دي عبيد انت؟ ده انا زناتي. امال ايه دول؟ عربو دفعه اولى. واحنا هنقتل بالقسط يا زناتي؟ كده تبقى خلصانه على المحاره. شش وطي صوتك. مش فهمش هم بيسرقوا وشافوهم بيتحاسبوا؟ وبعدين الراجل كان ناوي يدفع الفلوس على بعضها لولا هروب ابن الدايخه ده. مالناش فيه؟ يعني كنا احنا اللي هربناه؟ معلش برضه الراجل من حقه يطمن. يعني احنا بقى هنلبس من تحت راس تسليم ده؟ افرض فضل هربان. مش هيحصل، ولو هروب طور انا هقف للطفي، ما تشغلش بالك انت. وبعدين انت من امتى حامق كده؟ الف لك سيجاره. السلام. هام دي بتعمل اكل ولا السلاح النووي؟ بسم الله ما شاء الله، الملوخيه طعمها ايه؟ من كتر حلاوتها الواحد مش عارف يبطل اكل. تسلم ايديكم يا حمزه، معلش تعبناكي معايا. يا لهوي تعبك راحة يا باشا، والله ما يجي من بعد خيرك. ربنا يكرمك. ادي يا سين ما بتاكلش ليه؟ شبعت. شبعت؟ يا سين ده بقى جدع. ده ملك الإحساس وعم العالم وصاحب السعادة كلها. صح يا سين؟ آه بخربه في ريستي كل يوم. ما شاء الله ربنا يسعدك. حمزة ابني. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعالى كل يا حبيبي. لا مش جعان، لما أصحى باكل. إيه ده يا؟ يلا تعالى سلم على الضيوف يلا. انا قلت السلام عليكم. معلش اصل الواد حمزه بالراوي شويه يعني. يا سيدي العيال كلها كده، ده انا عندي عيله صغيره قد كده وما بعرفش اتكلم معاها كلمتين. بكره يكبر. قومي شوف الواد ده وتحط له اكل في الاوضه خليه يطفح، تلاقيه ميت من الجوع وهو ما بيحبش يقعد مع ناس ما يعرفهاش. يلا قومي. حاضر يا اخويا. قومي يا سين. بقول لك يا حودة، مراتك هي عارفينا وضامنينها والدنيا تمام، بس الواد ده لسه صغير واكيد ليه اصحابه بيروح ويجي واكيد بيقعد على النت يشوف صوره كده ولا كده الدنيا تبوظ. لا 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 يا سليم بقى شطار من سعادتك، الواد حمزه ده لا ليه في التلفزيون ولا في الجرايد ولا في الزفت اللي اسمه النت ده. بعدين اطمنك اكتر، يعني الصوره اللي نازله لما عليك في التلفزيون كانت باللبس الميري، انما سعادتك هنا يعني مختلف شويه. مختلف يا حوده؟ يعني مش هيعرفوني يعني؟ قسما بعز الجلال الله سليم بيه، انت هنا امان الامان. وبعدين الناس هنا طيبه، ما لهمش في حاجه ولا شاغلين دماغهم بحاجه. اقول لك والله هتلاقيهم ما سمعوا عن الحكايه دي خالص. ازاي بس يا اسطى حوده؟ ده الجرايد فتحانا وقلبين الدنيا علينا. انهي دنيا اللي مقلوبه يا ابو خليل؟ يا عم والله اقول لك على حاجه، لو انت قاعد في البيت كنت هتشغل دماغك بحاجه زي كده؟ ابدا يا عم. الناس اللي بيشغلوا دماغهم هم نوعين، يا اما الحكومه يا اما ناس دماغها فاضيه. انما الناس هنا عندنا غلابه، تنام بدري عشان تصحى تدور على لقمه عيشها. صدقني زي ما بقول لك كده، الناس حتى لو فرضنا ان هم فتحوا التلفزيون، عارف هيعملوا ايه يا ابو خليل؟ هيقعدوا يتفرجوا على التلفزيون كده ويشوفوا انه في ظابط موت عيل صغير، وبعد كده يقعدوا مصمصوا شفايفهم بس ويقوموا يناموا. يمصمصوا شفايفهم؟ هم هنا بيمصمصوا شفايفهم بعد ما ظابط يقتل عيل؟ الله يطمنك. ايوه حوده، بس الدنيا هنا كلها عارفه بعضيها، دلوقتي لما يشوفوا عندك حد غريب كده يجي يسالوك ده مين؟ في دي عندك حق يا سليم بيه، بس بصراحه ما تشغلش دماغك يعني. اي حد يسالنا هنقول ان انتوا قرايبي جايين من البلد وقاعدين عندي لحد ما تلاقوا شغل. احنا بقى نقوم ايه، نشرب كوبايتين شاي ونحبس كده ونروق، وبعد كده نطلع على الاوضه افرجها لكم عشان انتوا تعبانين وعايزين تناموا، صح كده؟ ماشي يلا. حمزه عيب يا حمزه يا حبيبي، ما يصحش كده، انت كبرت على الكلام ده. بتقولي انا؟ ما تقولي له هو. هو
عيب يا حمزة، ده ابوك. وبعدين هو كان عمل لك ايه؟ مش انت اللي دخلت وما سلمتش على الضيوف؟ انا مالي ومال الضيوف؟ هما جايين لي انا ولا جايين له هو؟ بس يا حمزة، بعدين مين دول اصلا؟ قرايب ابوك من البلد. عليك قلت اهو، قرايبه وضيوفه، يعني انا ماليش فيه. عيب يا حمزة يا ابني، انت كبرت على الكلام ده. العمايل دي غلط، ده اخوك الصغير ما بيعملش كده. بقول لك يا ماما، بلا ابوك بلا اخوك، انا معاش حاجه غلط. واذا ما انا سيبكم في حالكم، انتوا كمان سيبوني في حالي. يخسر عليك. ادخل. دي شرايط كاميرات البنزينة؟ اه يا فندم. وريني كده، لان انا متاكد ان في حاجه حصلت في البنزينة. بص يا فندم، هنا اهو. اه فريده وهي داخله البنزينة. ايوه استنى، وقف هنا كده، العربيه مش باينه، ده بوزه بس اللي باين. اه يا فندم، ما الحته اللي ركنت فيها فريده دي الكاميرات مش جايباها كلها. مش غريبة أو إنها تركن في مكان الكاميرات مش شايفها؟ قصدي سعادتك يعني. بص، مفيش حاجة بتحصل في الدنيا صدفة، مش صدفة إنها تركن في مكان الكاميرات مش شايفها فيه. بص يا وليد، فريدة دي ممكن توصلنا لسليم، عشان كده مش عايز عينيكوا تغيب عنها أبدا، ليل ونهار، تتراقب ليل ونهار. وإذا كان عارف يهرب مننا المرة دي، افتكرش انه يعرف يهرب مننا مره تانيه. ترى انت فين يا سليم؟ اتفضل يا سليم باشا. والله انا مكسوف من سعادتك، يعني انا عارف ان المكان مش قد المقام، بس قسما بعز الجلال الله هو ده المطرح اللي عندي. يا عم حاجه زي الفل، انت عملت الواجب بزياده. بعدين يا عم، انا ظابط قوات خاصه، شفت حاجات اصعب من كده بكتير. وابراهيم يعني مش من جاردن سيتي، ابراهيم حلو ويعجبك ويستحمل، مش كده هيما ولا ايه؟ اه طبعا يا باشا، على الاقل ارحم السجن. بعد اذن سعادتك، لمؤاخذه. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. يا اهلا وسهلا، المكان نور يا سليم بيه. اتفضل اتفضل سعادتك. انا عارف ان هو مش قد المقام يعني، معلش يعني. بقول لسعادتك ايه، انا عملت حسابي يعني في شاي وسكر وكمان غلايه، وعملت حسابي في بطاطين لان الجو بيبقى رصاص بالليل. ولمؤاخذه يعني سعادتك، دوره المياه هنا. وبالنسبه للاكل، فطار غدا عشاء، هيام هتقوم بالواجب. ولو سعادتك يعني مش حابين تاكلوا تحت عندنا، نطلع لكم الاكل فوق، واي حاجه تامروا بيها رقبتي سداده. ربنا يخليك يا حوده، اتكل انت على الله، بس ما تنساش حته السلاح اللي قلت لك عليها. بالاذن سعادتك. حاضر، بعد اذنك. يا ايمن، مش عاجبك المطرح؟ تحب احجز لك في فندق؟ الحمد لله بيه، واحنا كنا لاقيين حاجه. صلى على النبي بقى، اكيد لسه برضه خايف على اهلك. قلت لك يا عم خلاص ما تقلقش، هطمنك عليهم واخليك تشوف. وبعد ما تطمن يا بيه هنفضل كده؟ انا مش عارف اخره اللي احنا فيه ده ايه. قلت لك امشي وسيبني، مالكش دعوه بيا. فضلت لازق في ظهري وماشي ورايا، اعمل لك ايه طيب؟ هسيبك واروح فين اسلم بيه؟ هديني معاك، على الاقل انت بتلاقي اللي يقف جنبك ويساعدك. انما انا الاقي مين؟ انا ماليش حد. يا عم بقى ما تزودش على الهم، انا مش ناقصك. خليني افضي دماغي عشان اعرف افكر هعمل ايه. معلش يا بيه، انا اسف، معلش حقك عليا. يا عم ولا اسف ولا حاجة. معلش يا هيما، ربنا يسهلها ان شاء الله. بس انا ما عنديش حاجة اقولها لك تريحك. كل اقدر اقوله لك اول ما افك مصيبتي واثبت براءتي، مش هسيبك. هفضل معاك لحد ما اخلص لك مصيبتك واثبت لك برضه براءتك. بجد يا سليم بيه؟ بجد يا هيك. هتنام فين بقى؟ هنا ولا هنا؟ يا انا في اي حته، انا لو سندت على اي حيطه هنام من كتر التعب. طب يلا طب يلا قوم.
انا بس اقصد اقول ان الجواز في الاول وفي الاخر اسمه نصيب، وياما جوازات باظت يوم الفرح، وياما ناس اتجوزت ومكملتش. بس انا بصراحه مش مستريح، مش قادر اكمل. الجواز مش بالغصب يا ابني، واحنا مش قليلين، وسلمى بنتي مش بايره. سلمى بنتي يتمنى ضفارها احسن راجل في الدنيا، وسكت هي زمان وافقت على الجواز. فبصراحه احنا كنا حاسين انك ما تستاهلش، بس كانت غلطه وقال الاوان تتصلح. بالنسبه طيب للامور الماديه اللي انت جاي عشانها مش كده؟ قوم يا سلمى هاتي له الشبكه بتاعته والهدايا، ده اذا كان في هدايا عليها القيمه، بس احنا ما يلزمناش منها ولا اشياء. قومي. لولا ان الوقت متاخر انا كنت نزلت البنك سحبت لك القرشين المهر اللي انت دفعته، بس ملحوقه بكره ان شاء الله هنزل اسحبهم منك. لا يا طنط، كفايه الشبكه، واعتقد ان دي حسبه كويسه. دي حسبتك انت عشان يمكن ده شغلك، لكن انا ليا حسبه تانية خالص. انا برضو مرضاش ان حضرتك تخسري. خساره الفلوس تتعوض سهله، لكن خساره الرجاله هي اللي ما تتعوضش. واذا كان سليم ابني اللي انت بتستعر منه دلوقتي، اوعى تنسى كان راجل معاك من اول يوم. يا طنط انا مقدر موقفك، ولازم كمان حضرتك تقدري موقفي وموقف عيلتي. انا لا بلومك ولا بعاتبك، انا بس بفكرك عشان تتعلم حاجه في يوم من الايام، لو عايز تبقى راجل. دول ايه دول بقى ان شاء الله؟ هيكونوا ايه يعني؟ 50,000 جنيه اللي عرفت اتصرف لك فيهم دلوقتي. خليهم معاك. ومش عايز فلوس يا فريده. بعدين كفايه اللي انت عملتيه معايا. يا عم ما تبطل مقاوحه بقى. محدش عارف لما تخرج من هنا هيحصل لك ايه. خليهم معاك يا سليم، هتحتاج لهم. بعدين اخد منك فلوس بقى مرة ايه؟ يا سيدي اعتبرهم سلفه، ولما تبقى تخرج من المصيبه اللي انت فيها دي بقى ردهم لي. تفتكر يا فريده اخرج من المصيبه دي؟ طبعا هتخرج يا سليم، انت ما عملتش حاجه غلط، وربنا عمره ما هيرضى بالظلم ابدا. بعدين يعني ده انت سليم الانصاري. سليم الانصاري. خلي بالك على نفسك يا سليم. يا رب